معنا مشاهدينا الكرام لمزيد من التعليق عبر الهاتف السيد علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق. مرحبا بك أستاذ علي. يعني بداية بعد مقتل مواطنين في السجن تحت التعذيب، قانونيا كيف يمكن التعامل مع هذا النوع من القضايا؟ سيدي الكريم، حسب المصادر والاستفسارات عن هذه الحادثة والتي هي ليست الأولى من نوعها بالمناسبة، هناك مجموعة الآن تدعي تعامل المواطنين باستعلاء وباستحقار وفوقية، وتردد عبارة للمواطنين تقول لهم نحن الذي حررناكم. متناسين هؤلاء الذي لو كان احتلال أو تحرير صحيح فالذي حدث هو بسبب جبنهم وتخاذلهم وهروبهم، ثم أن تلك العصابات التي سلطتها ميليشيات إيران، وأكرر سلطتها ميليشيات إيران وتدين بالولاء للميليشيات ولا تعتبر بالقوانين الوضعية التي منصوص عليها دستورا وفي قوانين المحافظة، هذه العصابات الإجرامية الآن ترتكب أبشع الجرائم بحق أهلهم وأخوانهم من نفس المناطق، وعملية ملاحقتهم قانونيا عملية مهمة جدا ويسيرة جدا، خلي يفهمون هذا الأمر. هذه الجريمة اللي ارتكبت بحق هؤلاء الاثنين ليست الأولى، وهناك جرائم حدثت في مناطق اعتقال خاصة في عامرية الفلوجة، وفي مديرية شرطة الفلوجة قبلها، وفي الرمادي وغيرها. هؤلاء مجرمين وسفلة وقتلة. طالما أن هذه الحوادث سيد علي، طالما أن هذه الحوادث تتكرر، يعني كيف يمكن للمواطن أن يأمن على حياته بعد مثل هذه الحوادث؟ سيدي الكريم، هذه الحوادث تكرارها سوف يعني يخلق حالة غضب جديدة في المحافظة، والآن هؤلاء المجرمين والقتلة الذي يعذبون ويقتلون كلهم يسلطون سيف الإرهاب والمادة 4 إرهاب على كل من يعارضهم، مع العلم أن تلك المحافظة محافظة الأنبار ابتلاها الله سبحانه وتعالى بأقذر وأسوأ عصابات النهب والسلب والسرقة التي تسيدت وتسلطت على تلك المحافظة. وعلينا أن نتذكر أن هذه المحافظة يوم وقفت في سوح الاعتصام احتجاجا سلميا، أن هؤلاء المجرمين من يدعون أنهم يمثلون المحافظة ذهبوا إلى حور المالكي وإلى الأمريكان وقالوا لهم أن سوح الاعتصام فيها إرهابيين. هؤلاء ترزمة حقيرة وغريبة ودخيلة على الأنبار وأهلها، وسوف تلفظهم الأنبار وعشائرها وأهاليها عن قريب. إذن شعور منتسبي للأمن في الحكومة الحالية وحتى الميليشيات أنهم في مأمن من المحاسبة، ألا يحفزهم للقيام بمزيد من الجرائم التي تنفذ باسم القانون أحيانا؟ سيدي الكريم، هي هذه المشكلة. هل تعلم أن العراق الدولة الوحيدة الآن التي لا توجد فيها محكمة شرطة، مع العلم أن محكمة الشرطة في العراق كانت قبل الاحتلال من أبرز المحاكم وأكثرها سطوة وقانونية. الآن كل من يرتدي هذا الزي من ميليشيات ومن مرتزقة ومن حملاء ومن قطاعين طرق يدعون بأنه ينفذون القانون. المشكلة هي الآن انهيار القضاء أولا في العراق بشكل عام، وثانيا لا توجد محكمة شرطة لمساءلة الشرطة عن الجرائم التي يرتكبونها، مع التأكيد أن هناك خلل كبير. هذه الأجهزة الأمنية والجيش وغيرها كلها ميليشيات ومرتزقة ومتملقين وعملاء لهم. طيب، يعني لنذهب إلى عملية الفلوجة الآن. يعني القوات الحكومية تمنع نحو 50 عائلة من العودة وتتهمهم بالولاء إلى تنظيم الدولة. كيف تصفون هذه الاتهامات وتداعياتها التي لا تستند إلى حقائق؟ ألا تذكي هذه الخلافات بشكل أكبر؟ سيدي الكريم، أولا هؤلاء الذي يتهمون ونحن متابعين هذا الملف، هؤلاء عاشوا أكثر من حوالي سنة تحت حكم ما يسمى بالدولة الإسلامية أو داعش، وكانوا معهم يعملون.
هؤلاء مجرمين وقتلة ويريدون مصادرة أراضي تلك العوائل ونهب أموالهم. الآن المشكلة يا سيدي من يطبق القانون؟ من يحق الحق؟ ما يحدث في الموصل وفي ديالة وفي الأنبار وفي عدة محافظات من حرمان عوائل إلى العودة إلى أملاكهم وبساتينهم ومحاملهم ومزارعهم عمل خسيس وممنهج، وسوف تكون له نتائج وخيمة جدا، ويخلق جهات ومجاميع وقوى ناقمة سوف تقوم بعمل مضاد ولكل فعل رد فعل. ثم من خول هؤلاء؟ من خول هؤلاء؟ يعني أي قانون سمح لهم؟ وكيف يعرفون أن هؤلاء موالين أو غير موالين؟ هذه نعم. كلمة موالين للقاعدة وموالين هذه كلمة فضفاضة. نعم. قصد منها هو نهب ثروات العالم وممارسة الأعمال الدونية ضد الناس. نعم، شكرا جزيلا لك السيد علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق.